مرحبا واهلا وسهلا بكم جميعا في حلقه جديده من نبذه وعي. انا يوسف الزهراني، اخصائي رعايه طبيه طارئه، مهتم بالتنميه الذاتيه وتطوير الذات. اذا كنت اول مره تتابعني اتمنى الاشتراك، لايك والسبسكرايب، الاشتراك في القناه ومتابعه محتواي على اليوتيوب وعلى التيك توك، ايضا موجود حساباتي كامله تحت. المحتوى اللي موجود بالقناه ثري وفيه فلسفات ومحاولة استنباط الحكمة من مواقف وأشياء كثير بالحياة عشان تطوير الذات، سواء استخدمها أنا لنفسي أو إذا كان في أحد بيستفيد منها أكيد. فارجع شوف الفيديوهات. قلت اليوم راح تتكلم عن التعاطف مع الآخرين. طبعا التعاطف مع الآخرين هو مصطلح يعني تقريبا بالنسبة لي شائك، أو في تحته يندرج أشياء مرة كثيرة. لذلك التعاطف من شخص لشخص مختلف، بطريقة إلى طريقة يختلفون الناس في التعاطف. مو كل شخص أنا وأنت نتعامل بنفس الطريقة بنفس التعاطف. ممكن يكون يعني بالكلام، ممكن أنا لا ما أسوي بالكلام، ممكن يكون شخص آخر إنه بالفعل يسوي شيء. يعني إذا سوالك شيء معناته هو متعاطف معك، ممكن يقول لك كلام جارح لكن يتعاطف معك بأنه مثلا يسمع لك، بأنه يحاول يغير المشكلة اللي موجودة عندك، يحاول يضيف شيء غير الكلام، لأنه هو ما تعود أو مو من شخصيته أنه يعطيك بالكلام. في شخص آخر ممكن يعطيك مادة، في شخص آخر ممكن يعرف يضمك بس يعطيك يرفع لك هرمون السيروتونيني مثلا. وفي يعني يختلفون الناس في التعاطف. لذلك المفروض ان الشخص يعني ما يحكم على الاخرين بناء على طريقتهم في التعاطف، لان الشخص ممكن يتعاطف معك بانه يبعد شوي عنك. في شخص اخر يفهم الشيء ذا انه عدوانية او انه عدم تعاطف او ما في رحمة، لكن لما تشوف الصورة الكبيرة يمكن تستوعب ليش. وأيضا في أشخاص ممكن يتعاطفون معك بطريقة يعني أنت أول ما تشوفها أو أول ما تشعر فيها في البداية تحس أنك يعني أنها غير مقبولة أبدا، لكن بعد فترة لما تستوعب ليش الشخص سوى كذا تعرف أن اللي سواه كان في الحقيقة يعني عشان يوصل لك يعني هذا الشعور الإنساني جدا اللي ما عرف يوصل إلا بالطريقة هذه. لذلك لا تحكم على الأشخاص الآخرين إنهم ما تعاطفوا معك بنفس الطريقة اللي أنت ممكن كنت تسويها. في ناس تبغى الناس يتعاملها بنفس الطريقة اللي هم يعاملونها فيها، وهذا يعني في مشكلة صغيرة جدا ان الناس يعني مختلفة. يعني انت تتعامل مع بشر وعندهم بيئة تعلموا فيها، عندهم مشاعر خاصة، عندهم يعني محصول كامل من يعني المعلومات ومن المعتقدات ومن المشاعر ادت الى الكيان اللي انت تشوفه. فمو صح انك تاخذ الشخص وتحطه في قالب بحيث انك انت تبغاه يعاملك بهالطريقة بس، او انك تبغاه يتعاطف معك بالطريقة هذه. لا، كل شخص عنده الجزء العاطفي منه اللي هو حق التعاطف اللي بيعطيك منه، اللي يقدر هو اصلا يعطيك من الصندوق هذا اللي عنده. ان هو يقدر يعطيك من الصندوق هذا لانه هو موجود عنده، لكن لو طالبته بشيء مو موجود عنده هنا بيصير يعني صعب عليه جدا، لانه هذا الشيء هو اصلا مو موجود. فان كان انا طالبك بعشرة مليون وانت اصلا ما عندك الف، فالموضوع غير منصف انك ما تقبل تعاطف الناس بالطريقة اللي تناسبهم، وتبغى الطريقة بس اللي تناسبك في التعاطف هي اللي تقبلها فقط. ممكن طريقتك في التعاطف ما تكون مقبولة لشخص آخر، ممكن تتعاطف مع أحد آخر يعني صديق أو
من العائلة أو حبيب أو أي أحد، فطريقتك ما تكون مقبولة. أنت بتقولها هذا أنا، يعني هذا أنا، هذا اللي أقدر أسويه. فيرجع موضوع التعاطف من خلال فهمنا للتعاطف، نلف الموضوع ونرجع لسالفة تقبل الآخرين. يعني نتقبل نفس الناس نفس ما هم، حتى لو الأشياء اللي سووها والتعاطفات اللي كانت معنا بأوقات صعبة كانت مو بالطريقة اللي احنا يعني كنا محتاجينها. ترى ممكن شخص يكون معك، بس يكون معك في وقت صعب بالنسبة لك، وهذا الشيء يعني يؤدي بعدين يعني مع الوقت تستوعب ان ذاك الوقت انت تشافيت اسرع، او انك طلعت من المشكلة اسرع، ولان الشخص كان متعاطف معك داخليا لكن مو عارف يعبر، مو عارف يعبر عن شعوره ويطلع يعني لك. فالتعبير مهم طبعا، مو كل الناس تعرف تعبر بالطريقة اللي موجودة داخلها. يعني في ناس عندهم 90% من حب وتعاطف ورحمة، لكن اللي يظهرونه يمكن 5%. ليش؟ لأنهم كذا تعودوا يعني. وهنا يرجع للشخص إذا كان يبغى يغير نفسه ولا ما يبغى يغير نفسه، أو كان يبغى يظهر التعاطف ولا هو مبسوط كذا. طبعا كل شخص حر تصرفاته، لكن اللي خلاني أتكلم عن الموضوع هذا أنه إحنا نتقبل تعاطف الآخرين ولا نحكم عليهم لأنهم ما مشوا على مزاجنا، وبنفس الوقت لا نحكم على أنفسنا لأن نحن مثلا في شخص ما مشينا على مزاجه ولا قبل بالتعاطف حقنا اللي احنا اعطيناه اياه. فدايما سامح نفسك، تقبل نفسك على اي شيء سويته وعلى اي طريقة يعني تعاطفت فيها مع احد، لان هذا اللي انت كنت تقدر تعطيه او هذا اللي انت كنت تقدر تسويه بدل الوقت. وما في احد راح يلومك، ما في احد راح يلومك اسوأ من نفسك. يعني اسوأ شخص ممكن يلومك في الحياة هو انت. واللوم طبعا مش سهل انك تطلع منه، مثل الدوامة اذا دخلتها صعب تطلع. فانا اقول لك هذا الشيء لانك حرام تعيش حياتك وانت تلوم نفسك ان انت مقصر كثير بحق ناس يعني كثير، وتستوعب انك لا انا كنت اقدر اسوي اكثر، لا انا كنت اقدر اعطي اكثر. بس انت بذاك الوقت بذيك اللحظة بالذات اعطيت كل اللي تقدر عليه وبس. ان شاء الله انها كانت الحلقة خفيفة لطيفة عليكم، واتمنى اللايك والكومنت والسبسكرايب، واكتب لي ايش اللي استفدت من الحلقة او ايش اللي استفدت من الكلام، واذا في اضافة او في اي فلسفة اخرى اعطيني اياها لاني ابغى اعرف وابغى اسمع. وشكرا للمتابعة.